السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم تنور الحدماء من على شاشة قناة المنصبين. متحدثكم شيف علي البغدادي وشيف فلاح. اليوم راح نقدم لكم أعزائي المشاهدين ثلاث أطباق، شوية نحب نغير لكم الأطباق الكلاسيكية الرسمية الموجودة. راح نقدم لك اليوم أكلة اليخني، اللحم والخضروات، ونقدم لكم الرول تشيكن، ونقدم لكم فسخ باذنجان اللي هو نوع من أنواع المقبلات. راح نبلش وياكم بطبق الأساسي اللي هو اليخني. يتكون طبق اليخني من أول شيء، الشيء الأساسي هو اللحم، لحم حب الظهر، بالإضافة إلى الخضروات اللي هو الفطور، ثلاث حبات من البصل، ثلاث حبات من البطاطا والجزر. البهارات اللي يدخل في هذا الطبق البابريكا، فلفل الأسود، شوية من التباسكو، وقليل من الصاص للثخن مع مرق الدجاج. راح نبلش وياكم تقطيع اللحم. طبعا الكمية هي نصف كيلو من اللحم. نبلش نقطع طريقة. شي فلاح ممكن تحضر لل قدر أكلة جدا صحية وشكلية بنفس الوقت، كونها على توفر بها بروتينات من اللحم والخضروات، مكعبات حسب ما انت ترغبين. راح يدور ببال المشاهد انه دائما الشيف علي يستخدم باكلاته حبل الظهر. حبل الظهر ماكو اطيب من عنده حقيقه، سريع السواء، نكهته كلش طيبه بالاكل. مثل ما تلاحظون تقطيع بهالشكل هذا مكعبات. عفوا. ما ذكرت لكم أكلة شتوية، نجيب صحن، شكرا، نجيب صحن، راح أبلش بالأثناء أني أطي حمار للحم، وشوف فلاح يحضر لكم الخضروات شلون راح تنقلي، شلون تقطيعها، نضيف اللحم. تقطيع الخضروات تكون على شكل مكعبات، تكون شوية كبيرة الحجم. الجزر إذا كانت كبيرة أو واحدة، إذا صغيرة قسمين. البصل يقطع نفس الحجم مالته، البطاطا نفس الشيء تبقى. عفوا شيف فلاح، ليش نخلي القشر بس؟ هل هو فائده الى شيء؟ لا فائده بالطبخة اللي ما عليه شيء بالطبخة هذا؟ لا لا كل شيء ما عليه، بس ينغسل جيدا. نعم وينطي ثخن للطبخ. للطبخ مثل ما تلاحظون بالطريقة هاي، شوية نقي، شوية سمار اللحم ياخذ لون الشقار شوية، ومن بعدها نضيف الخضروات. أكلة صحية مثل ما ذكرنا لكم وطيبة بنفس الوقت وبها عدة فيتامينات. شيف علي شنو أصل هالأكلة؟ هو أصلها يرجع لروسيا، الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت، كان وقت الجيوش يطبخون هاي الاكله بوجود اللحم ووجود الخضروات، فطبخوها اكله مغذيه وشويه دفي، يعني كون ان البطاطا تشعر يعني من تاكلها تشعر بالشبع، والبصل والجزر والفطور مواد كلها كلش طيبه، فكانوا يستخدموها في ذاك الوقت، فاستمرت انها اكله اليخني مشهوره في روسيا من كان الاتحاد السوفيتي. نعم.
طبعا قلب باللحم الى نشوف درجه السمار يكون يغطي كل القطع، ما يبقى شيء احمر بيها مثل ما تلاحظون. قطع صير سمراء نغطيها، نشغل العين الثانيه حتى نبلش بيه. ناخذ هذا الشفلاه، راح يكمل لنا الشفلاه شلون طريقة وضع الخضروات مع الصوص. تفضل شفلاه. يكون وضع الخضروات، نبلش بالفطر والجزر، عفوا البطاطا مثل ما قلنا تبقى مكانها، ثلاث حبات من البصل، ثلاث حبات بصل على عدد البطاطا الموجودة. يعني بهالحالة نعطي شقارة كل المكونات من بصل إلى خذا، نضيف له هسه احنا البهارات لو بعد ما انه شوية ياخذ. نعم نعم، فاصل قصير ونرجع لكم. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، البرنامج استمر لحد ما من على شاشة قناة الموصلية. قبل الفاصل اعطيناكم الطريقة شلون نقطع اللحم حبل الظهر، وشلون خلينا ثلاث حبات من البصل وثلاث حبات من البطاطا، وشلون قطعنا الجزر حاليا ياخذ اللون اللي احنا المطلوب من عندنا. يبقى شنو؟ نخلي له شويه سن واحد من الثوم، قطع شرايح، ايضا الثوم جدا مفيد صحي، تقريبا يقتل 40 داء في جسم الانسان. نخلي البهارات، رشه من فلفل اسود حسب الرغبة اكيد، حبيس باس يضيف فيه اكثر، مع كل البيبر اللي هو الفلفل الاحمر المجفف، وشويه من التباسكو ايضا متوفر بالاسواق. راح نخلي مرق اللحم تقريبا 3 4 لتر نضيفه. شيف على من تتكون هاي المرق؟ طبعا مرق اللحم هو اي ست بيت تقدر تحافظ عليه، مثلا تسلق اللحم او عندها مثلا طبخه معينه لا تحاول انه تتخلص من مرق اللحم، تقدر تستفاد من عنده عن طريق التجميد وتستخدمه بهالاكلات هاي، لان مرق اللحم بكل المونه الموجوده باللحم فكله يصير بالماده السائله. مثل ما تلاحظون اعزائي المشاهدين كملنا الطريقه، يخلي اللحم تبقى بس الاضافه مثل ما قلنا لكم اول الحلقه ان البطاطا بقينا القشر مالتها، لان بالسلق اكيد راح تتفلش وراح تبقى، واكيد هي مفيده القشر ما راح ياثر على تناول الطعام. اذا ما تخنت عندك اليخني تقدرين تستخدمين رشه من الطحين او قليل من الصاص. شوف فلاح احنا كملنا طبخ اليخني، نعوفه شويه يعني شويه يغلي الى يعني ينهي سوائه، وناخذ لكم فاصل جدا قصير حتى نبين لكم طريقه جديده اللي هي رول تشيكن مع الشيف فلاح. فاصل ونرجع. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين من الفاصل. كان طبقنا لهذا اليوم اليخني، شوفوا وسع النار هاي جهه تنطبخ. طبقنا الثاني الرول تشيكن، تكون من صدر دجاج، البهارات ماله البابريكا، فلفل اسود، رشه الملح، الثوم والجبن والزيتون الشرايح والفطر الشرايح، هذا اللي حسب الرغبه، حسب ما تحب ربه البيت. اذا ما حبت ربه البيت خلي الجبن براحته براحته، هو حشوه، اي حشوه اي حشوه بالبيت، خضراوات موجوده. نعم تكون تقدر تحشيها. مثل ما تلاحظون هذا كيس متوفر بالاسواق، تقدر اي ربة بيت تاخذ تشتغل فيه.
هذا صدر الدجاج، هذا مقطع الى نصفين. راح اشوفكم طريقه الدق. شكرا شيخ. هيك طريقه الدق، دق ودفع بنفس الوقت. شلون راح يعني تقريبا الطرق مالته مثل الاسكالوب؟ اي تقريبا، بس انعم 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 يعني الاسكالوب تعطي حجم اكبر. اكبر اي لازم، يكون انه هو اسمه رول تشيكن. رول لازم حتى تقدر تلف فيه الخضروات او الجبن او اي شيء تحب حسب الرغبه، حسب ما تحب ربة البيت. اعطيكم معلومه اعزائي المشاهدين، يطبخ الشيف فلاح قطعة صدر الدجاج، الصلصة اللي تدخل بها هي الصلصة البيضاء أو الصلصة الحمراء مثل ما أنتم تحبون. بس من راح نكمل طريقة الحشي مالتها، طريقة القلي مالتها، راح نعطيكم طريقة الصلصة مالتها أيضا. جدا شيء حلو ومرتب وأيضا ذا طعم آخر. دقت هالاشياء نخلص من الكيس. راح يكون بيها زوائد نقدر نخلص منها. هاي تجي بالطريقة اللف مالتها، تقدر تخلصي منها بالداخل. احنا راح نخلص منها هيك. تفضل الشيف علي. هسه احنا نجي على طريقه الحشوه مالتها مثل ما تلاحظون. نخلي شويه من الفطر نخلص من الزوائد اللي بيها. عفوا، شويه من الفطر، شويه حبات من الزيتون. حشيناها بالطريقه هاي، رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسود اللي نكهة شوية، فول بيبر. بهالطريقة هاي نلفها. بهالأثناء شوف فلاحة يحضرنا المقلاة. المقلاة إن شاء الله. وضعنا الزيت عليه. بهالطريقة هاي خلص الشغلات الزايدة اللي عندنا. طبعا اعطيناكم نموذج من عنده حتى تكون الفكره واضحه عندكم، تقدرون تسوون قطع قطعتين ثلاثه. الان يغلي الزيت راح نقليها، بالاضافه لهذا راح نعطيكم الصلصه البيضاء مالتها. قلنا لكم حسب ما تحبون انتم صلصه حمراء او بيضاء، بس يفضل يكون هو دجاج ابيض، اللحم الابيض عفوا، يتخلى له الصلصه البيضاء. زيت زيت. طبعا هاي تنقلي على نار قويه لو نار هادئه كلش. نار هادئه نعم. نار هادئه نعم. تسوي براحتها. نعم. هذا يعتبر زيت نصف يعني كميه قليله. اي كميه وصلت زينه. وصلت مثل الاسكالوبي من ذيك الحلقه كانت تسوي. سبب انه حتى لا تفرط عندنا القطعه. تقلب براحتها، قلبها. طبعا هو طبعا عده افكار هي تقدر نلزم بها اطراف اللحم مثل ما تلاحظون. هاي اللحمه شلون استاذ احمد عفوا، هاي اللحم طريقه الكبس مالتها هيجي. لكون احنا شغلتنا انه نعندها لربات البيوت، موجود عندنا طبعا خيط غذائي نقدر نلفه بها ونقليها. بس حتى نبسط لكم الامر نعطيكم اياها بهالطريقه هاي. شوفون تلاحظون نقدر نفرها هيجي تقريبا. اليخني معلومة أيضا أعطيكم إياها، اليخني ما يحب نار قوية، يحب نار هادية حتى تمتزج بها كل المكونات اللي بيها والفيتامينات حتى تعطيكم نكهة. من يصير نار قوية راح يتفلش عندكم حبات البصل والبطاطا والجزر، يكون عندكم مهروس. مستنى القطعة راح أعطيكم إياها صدر دجاج الفلاح. تلاحظون شكرا شكرا. هالاثناء شيف فلاح راح يقول لكم
قطعة الرو تشيكن. أنا أحضر لكم الصلصة البيضة. عفوا. لازم تكون أغراض البيت أو أغراض الطعام تكون نظيفة. ما تلاحظون مسكت. قطعة. طريقة جدا جدا بسيطة أيضا. أنا راح أبلش هسه بالصلصة. الصلصة البيضاء قطعة حبة واحدة عفوا من البصل أو نصف حبة راح أستخدم لكم. نجيب الكسرولة شغل شغل عليها النار. الصلصة البيضاء تتكون من بصل نصف حبة أو حبة كاملة ممكن تستخدمينها مع حليب والزبد ونصف قدح من الماء إذا تفنت مع الطحين شبيهة بصلصة البشاميل بس بها نوع من البهارات راح أحط لكم إياه حتى أنتم تستفادون من عنده. شوف على شو في صلصة البيضاء ماكو أكلة ثانية لو بس هي الرول. لا لا الصلصة البيضاء بكل شيء تستخدم قلنا شبيهة هي بال اللي معكرونة بالبشاميل نقدر نستخدمها بالمعكرونة أكيد تقدر تستخدموها. جيب حبات البصل اللي طرمناها نضيفها مع قطعة الزبدة اللي خليناها. عفوا ما تنشر عليك الزبد تستخدمي اي نوع اي نوع. نضيف لها شويه من الفلفل الاسود شويه من الملح رشه من الملح حسب الرغبه. قلب البصل قلب البصل بهالطريقه. طبعا مثل ما ذكرت لكم حلقه سابقه انه البصل مع الزيت يعطي نكهه الكراميل. نضيف الحليب والطحين حسب الرغبة تديها شوية خفيفة أو تخينة بنفس الوقت. أستعين بالشيف فلاح يعطيني البلاندر. شيف فلاح بس البلاندر تفضل. ونصف قدح من المي ونبلش نحرك الطريقة. مثل ما تلاحظون شي فلاح صار لونه كلش حلو اشقر. الصلصه البيضاء بسرعه سريعه الطهي ما تاخذ من عندكم وقت ولا مجهود ولا اي مواد. فقط عندك نصف قطعه زبد ونصف قطعه من البصل والبهار اللي عندك موجود فلفل اسود وملح فقط. شيخ عين نقدر نرجع لطبقنا الاساسي اللي يخدم. نضيف البروكلي. نضيف البوكري. البروكلي لين ما يستوي يعني بسرعه يستوي فيفرط عندنا بالسلك فنخليه اخر شيء قبل السواء بثلاث دقائق ونقدمه ان شاء الله. مثل ما تلاحظون كملت عندنا الصلصه. ما قلت لكم سريعه مثل ما تلاحظون شلون تخل مالتها كريمه يلا مثل ما قلت لكم شبيهه بالبشاميل بس راح اعطيها نكهه اخرى حتى تلائم طبق الرول تشيكن. نعم كمل ان شاء الله كملت. نعم بهالاثناء ان شاء الله على ما يكمل القلي راح لكم فاصل قصير. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين من الفاصل. قلنا اليخني طبق اليخني اخر شيء نقوم بوضع قبل السواء بدقيقتين البروكلي لان سريع الاستواء فما يتطلب انه يتخلى ويا اللحم. تمام
خلصت الأكلة اليخني كملت قد الوقت تاخذ شوف لها دقيقتين ان شاء الله كل شيء جاهز يعني وقتها من بدايه الطهي الى نهايته ايش قد ياخذ 20 دقيقه 20 دقيقه كل شيء تكمل ومنصور ان شاء الله بلغنا اعزائي المشاهدين راح نبلش نسوي لكم طبق المقبلات اللي هو مفسخ باذنجان شيء جديد وما متوفر ايضا بالمطاعم راح نسوي لكم اياه طبعا للعلم عندنا باذنجان مقلي هنا كرم بديت تعرف التخليل بهالطريقه هاي تجيب شويه من البقدونس تسوي ارضيه من الخضار الطريقه هاي مكوناتها راح اشرح لكم اياها وانا اشتغل البقدونس شكرا جزيلا هو مكوناتها فقط الحامض والطحينيه ودبس الرمان بقدونس مغسول نظف كامل سوي الارضيه خضراء بالطريقه هاي جيب الباذنجان خليه بالنصف لا حمص زايد ولا ناعس شويه مثل ما يقولون او طري وسط بالطريقه هاي شوف على التقطيع الباذنجان ممكن يكون باي طريقه ثانيه اي طبعا اكيد حسب الرغبه اي اكيد 100% جيب هذا طحينيه ايضا حسب الرغبه شويه دبس الرمان قلنا رشه الحامض نخلط سوية بالطريقه هاي مقبلات سهلة جدا سريعة وأيضا طيبة نفس الوقت نضيف بهالطريقة هاي نغطي بها الباذنجان نسوي ديكور نوع من الانواع الطريقه هاي ما شوف لها نضيف لها اضافه بسيطه اللي هو شويه من الجزر مباشره نشوف لها عفوا درين تخلين شويه من الجزر فوقها لتجميله فقط بالطريقه هاي ثم تلاحظون طبق فسخ باذنجان كمل فاصل نرجع لكم نكمل لكم سكب اليخني ورول تشيكن ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من برنامج تنور الحلبة من على شاشه قناه الموصل اللي ختمنا كل الاطباق اللي قدمنا لكم اياها بدايه الحلقه راح يقدم لكم شلون طريقه تزيين الطبق الرول تشيكن شي فلاح وياك الصوص الابيض الصوص الابيض ممكن التقديم اي شيء لكن احنا نفضل المتداول عليه. بل. طيب شوية قليل من عنده. قليل من عنده فوق. قليل. أبغض. أحسنت. طريقة التزيين شي فلاح. إيه. ممكن البصل الأخضر. البصل الأخضر اللي خليناه نهاية الحلقة. إيه. إنه قلنا شبيهة بصلصة البشاميل. بس راح نخلي لها شيء اضافي يغير طعمتها. الوان حلوه البصل الاخضر.
هذا طبقنا. قليل من الخبز نقدر نضيف وياه خبز؟ نقدر نضيف حسب الرغبة، لكن خلينا قطعتين هنا. قطعتين. كما تلاحظون اعزائي المشاهدين، كمل عندنا طبق الرول تشيكن، بالاضافه الى كملنا فسخ باذنجان. خلصنا احنا طبق اليخني، راح نجي على السكبه. نستخدمها للتزيين الصاص مثل ما قلت لك، شي فلاح نهاية الحلقة. إذا ما تخنت نستخدمها طبعا تخين، ممكن نسخن ربة البيت منه بطحين شوية بطحين. إيه هذا البروكلي اللي خليناه قلنا سريع السوى. المحمص تلاحظون وقت جدا شهية. نبدأ معكم تلاحظون فسخ باذنجان، الرول تشيكن واليخني اللحم. نعد التذكير اعزائي المشاهدين، طريقة الرول تشيكن ويا شي فلاح. الرول تشيكن تتكون من صدر الدجاج، و قلنا الحشوة حسب ما تحب ربة البيت، ان كان زيتون شرايح او جبن، لحم بالامكان اي شيء يكون. كان وطريقه الصب شوفناكم اياها شلون كانت. اليخني شيف علي، اليخني مثل ما ذكرنا لكم يتكون من حبل الظهر سريع السواء، ويكون طيب ايضا بالطهي، بالاضافه الى حبات الجزر وثلاث حبات من البصل وثلاث حبات من البطاطا. مثل ما ذكرنا لكم بقيناها بالقشر حتى لا تفرط عندنا، مثل البصل هذا اللي قدامكم. نضيف له مرق اللحم ما ذكرنا، لو كان عندك مثلا سالقه لحم هذا تحتفظين بالماء اللحم، طبعا اكيد مو فتره طويله تقدرين تستخدميه بهاي الطبخه. نشوح اللحم مع البطاطا مع البصل، بعدين نضيف عليهم مرق اللحم الى ان تثخن عندك. قلنا اذا ما ثخنت نستخدم شويه من الصاص او الطحين، ونضيف له خبز التوست بالاضافه لهذا البروكلي. نهايه الطبخه بدقيقتين لان سريع السواء. ونفسخ الباذنجان مثل ما ذكرنا لكم بدايه الحلقه، باذنجان درج على شكل دوائر، تخليها بين المحمص والطري، تضيفي لها شويه من دبس الرمان والطحينيه ورشه من البقدونس. بالتزيين تحبين تضيفين ليمون حامض، تحبين طماطه، واي شيء كان تحبين تقدمينه وياها. هاي كانت اطباقنا لهذا اليوم. شكري الى شيف فلاح، شكري الى الكادر من المصورين ومعدين المخرجين. في امان الله. سلام.